ترد على هذا السيد رئيس مقاطعات المعارف. هذا السيد الله يهديه لهذه الفئة، يعطيها تجديد الرخص ديالها وما يبقاش داير هذه العنصرية هذه. وهذا السيد حنا تنطلبوا الله يهديه يعني يجدد الناس رخصهم، والحل راه كاين في الارض، راه ماشي كاين في السماء. وتا لا كاين شي حاجه تضرو احنا غادي نراسلوه طلب مقابله ويستجيب لهاد الناس وما يضيعش هاد الدراوش، يعطيهم التجديد ديالهم. بالنسبه للمقاطعات انفا عطات التجديد ديالها، بالنسبه لسيدي بليوط عطات التجديد ديالها، هاد الرئيس وصلت المراسلة باش يجدد الناس باش يعطيهم الجديد ديالهم. هاد الناس بقاو، هاد الناس كل مرة تيديروا وقفات احتجاجية، كنهدنوهم كنقول لهم الله يهديكم، هاد السيد راه غادي إلا بدا واحد النهار راه غادي يسميتو، غادي يجلس معكم وغادي يجدد لكم الرخص ديالكم. وحنا تهضر أخونا وتنطلبوا منه يعطي لهاد الناس الجديد ديالهم، حنا راه ماشي ضده. إلا كان شي حاجة تتمس بي أو شي حاجة تضرر، كاين السلطة وكاين الأمن، كاين شي اختلالات، كاين شي عود ريح كما كيقول لك هو، يمشي يقلبوا ويدقوا ويكونوا الجنة ويخرجوا، تكون فيها السلطة وتكون فيها الأمن وتكون فيها مجلس المدينة وتكون فيها يكون فيها تا هو رئيس المقاطعة، ويخرجوا لعين المكان ويحاولوا يجدد لهاد الناس الرخص ديالهم. حنا ما تاعيرناه ما سبيناه، هاد السيد بغيناه راه صاحبنا وخونا، وحنا كنعرفوه من ايامات السجين، راه ماشي جلسنا، راه حنا جلسنا معاه مده من الزمن. الا كان عنده شي يد في هاد الشركه ولا يد في هاد الشيء راه غيضر هاد الدراوش. رساله موجهه لك سي مرشد بكل صراحه وبكل جراه، ليكون في علمك انت رئيس مقاطعه ممثل الشان المحلي، كتعرف البنيه التحتيه ديال ممثل الشان المحلي شكون هما الدراوش، هذه اول حاجه. ثانيا الله يجازيك بخير، راه أمير المؤمنين تتعاطف مع الغارديانات، أمير المؤمنين راه كيموت على الدراوش. يعني هنا خصك تعرف هاد الرخص ديال الامتياز راه ماشي الله جا وتحطو، راه في عهد محمد الخامس كانوا هاد الرخص، ألا وفي عهد الحسن الثاني رحمه الله، وحنا باقين غادي النهج في الوقت اللي فيه أمير المؤمنين أدام الله عمره محمد السادس. فلهذا كنطلبوا منك، حنا كمكتب نقابي ما كنلتجوش معك شي حاجه ديال العنصريه كيف قال السيد كاتب الجهه، حنا ناس مسالمين كنطالبوا غير بالحق ديالنا وكندافعوا غير على الدرويش، يعني الدرويش في حدود وما تندخلوا حتى في شي حاجه كتخصك انت، حنا كنهضروا على رخص امتياز هاد الدراوش هادو. فهذه راه صدقه جاريه، راه خلوها ملوك على هاد الناس اللي دازوا قبل وماتوا قبل ما تجي، ولا الرؤساء اللي دازوا قبل منك السي مرشد بكل صراحه، انا هما ما عارفينش الفقير كاين. الناس علاش ما عمرهم كان عندهم تفكير باش 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 هاد الناس يشردوا هاد الناس هادو مننا ويمنعوا عليهم الارزاق ديالهم؟ راه خصك تعرف السي مرشد الله يجازيك بخير، حنا راه مكتبنا نقابي بمستوى ثقافي بافكار ناميه، حنا راه ماشي جاهلين، راه المكتب النقابي اللي عندك في المعارف هو فيه رجال كنطالبوا غير بالحق ديالنا. ومازال كنقول راه ما كندخلوش لك في شي حاجه كتخصك انت، حنا بعاد، حنا كنهضروا على رخص امتياز يعني في حدود، عطينا الناس الدراوش يعيشوا فقط. وراه الناس اللي دازوا قبل منك، لا 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 الشرقاوي الله يرحمه، القاضيري ادام الله في عمره، حتى انا الرئيس السابق على هذا الحساب كانت واحد شويه الرحمه، حيكر كانت واحد شويه الرحمه، ما عمرنا سمعنا كان هذا الشيء، ولكن كان يتماطل هو ما هو لا معادو ما هو معادو، وخلى المياه غاده وخلى الامور غاده. فانت دابا جيتي انك بغيتي تمنع الناس الرزق ديالهم ديفينيتيفمون. راه كنطلب منك سيد الرئيس، على ما غنسامحوش في حقنا مهما كان، طلبوا منك وراك كتعرفنا مزيان وحنا خدمنا معاك، قلتي حق الحراس ما تعاونوش معاك، انا شخصيا انا تعاونت معاك وكنقولها بوجه احمر، وتعاوننا وتعاوننا بالمعاونه ديال الرجال ماشي تعاوننا ديال الرجال الحمد لله.
وكنقول ابو شي حمار الحمد لله الله يجزيك بخير، ما طلبنا منك والو، طلبنا منك هاد الناس ياخذوا حقهم. حنا ماشي نقول الناس بشي واحد اخر ولا هذا، الناس الحراس كل شيء ياخذوا ويرتاحوا، لان راه وقع مشكل اصطدامات ما بين الحراس ديال سيكتور مقاطعه المعارف. يوميا المشاكل هكا، يوميا كنعانوا المشاكل ما بين المواطن وما بين الحارس. الله يجزيكم بخير، تعاونوا في التنظيم كل شيء، راه بلادنا محتاجه للتنظيم. راه ما محتاجاش انه نشردوا عباد الله. ونشردوا راه كل شيء، هاد الناس هادو السلطه راه عارفه اننا راه عندنا وليدات، عندنا عائلات، كل شيء، وهذه راها راه نعطيكم على سبيل المثال، انا راني رخصتي انا شخصيا راه خدام فيها انا وخدام فيها خويا بوليدات وانا بوليداتي. فين نتشردوا؟ ما غنسامحوش بحقنا. اي الواجبات ديالنا نخلصوها، ولكن ناخذوا الرخص ديالنا، كل شيء ياخذ الرخص ديالو ان شاء الله باذن الله. اسم السلطه في البلاد اللي هو سيدنا اسمه الله وعز امره الشريف، ما كينساش هذه الفئه وهذه الشريحه المستضعفه. كما وصلكم بانه فين ما كيجي في رمضان ومن غير رمضان كيخصص لهم واحد الاكراميات، والله يجعلها لي في الميزان المقبول وتكون لي باذن الله شفاء صحيحته والاهل ديالو في اسرته الصغيره والكبيره اللي هي الشعب المغربي. هذا من جهه، من جهه اننا نحن غنستمروا في النظام ان شاء الله في الوقفات، وان كلفنا الامر حتى الاعتصامات حتى تتحقق هذه المطالب اللي تكلموا عليها الاخوان.